قالوا عنها ان هي بتفضح اسرار المرضى، وناس تانية دفعوا وقالوا ده بتنصح الاهالي عشان تحافظ على بناتها، وناس تانية قالوا دي مش قصدها تسيء للدولة، لغاية لما الموضوع وصل للبرلمان واللي طالب فيه النواب بتشديد العقوبة عليها، وده كان بسبب خيانتها للامانة واستغلال فقر المرضى. كده انتوا اكيد عرفتوا بنتكلم عن مين، الطبيبة وسام شعيب اخصائية النساء والتوليد. تعالوا نعرف ايه اخر تطورات قصتها. اليومين اللي فاتوا السوشيال ميديا ما كانش ليها سيرة غير قصة الدكتورة وسام شعيب اللي خرجت بفيديو طويل على صفحتها على الفيسبوك واتكلمت فيه باسلوب قاسي جدا عن حالات المرضى بتوعها اللي بيترددوا على العيادة بتاعتها بكفر الدوار وعلى المستشفى اللي بتشتغل فيها، واللي كشفت اسرارهم وقالت ان هي حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية للبنات، وقالت ان هي هدفها توعية البنات وده من خلال مشاركة الحالات اللي بتشوفها يوميا في شغلها. طبعا فيديو الدكتورة وسام قلب الدنيا والكل بقى يتكلم عنه سواء مواطنين او دعاه، ووصل كمان للبرلمان، وزي ما في ناس كانت في صف الدكتورة وقالوا المشكلة دي بتدي نصايح، ناس تانية اعتبرت الموضوع كارثة وانه ما ينفعش ان هي تفضح اسرار مرضاها كده لان دي بتعتبر خيانة امانة، ده غير كمان ان هي بتسيء لبنات بلدها، لغاية لما الموضوع وصل للجهات الامنية واول اجراء تم اتخاذه مع الدكتورة كان من النقابة اللي استدعتها للتحقيق وقالت ان هي تاخد معاها موقف حازم. بعدها اتفاجئنا انه طلع قرار بضبط الدكتورة، وفعلا تم ضبط واحضار الدكتورة عن طريق الاجهزة الامنية للتحقيق معاها بخصوص الفيديو اللي نشرته، وتم حبسها 4 ايام على ذمة التحقيق. وجهت النيابة العامة للطبيبة 3 تهم تتضمن تهمة نشر اخبار كاذبة بسوء نية وتجدير السلم والامن العام واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واثارة البلبلة بين افراد المجتمع المصري، كمان التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري والإخلال بالنظام العام. أما عن رد فعل زوج الطبيبة وهو الدكتور مصطفى درويش اللي قال إن زوجته نشرت الفيديو بهدف توعية العائلات ببناتها وإن هي لم تنتهك أخلاقيات مهنتها وما كشفتش عن أسرار مرضى بذكر أسماء أو معلومات يمكن التعرف عليها من خلالها. وعن الاتهامات اللي قالت إن الدكتورة عايزة تعمل ترند بهدف إن هي تحقق الربح، قال إن الصفحة اللي نشر الفيديو عليها هي صفحة شخصية الدكتورة ومش تجارية وانه مفيش عليها تفعيل للاعلانات، وقال كمان انه هو مقتنع بزوجته وان هي على صواب وانه هيكون معاها لحد النهاية لان نيتها ما كانتش افشاء اسرار المرضى سواء بذكر صفاتهم او اسمائهم، واكد ان الله عليم بالنوايا وان هي ما تقصدش افشاء الاسرار ابدا. اما عن العقوبة المتوقعة للطبيبة بناء على التهم الموجهة ليها، فنصت المادة 188 من قانون العقوبات على ان يعاقب بالحبس بمدة لا تجاوز سنة وبغرامة ما تقلش عن 5000 جنيه وما تزيدش على 20000 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين اللي نشر بسوء بقصد او باحدى الطرق المتقدم ذكرها اخبارا. وفي الايام اللي جاية هنقول لكم اخر التطورات الخاصة بالدكتورة وسام شعيب.